كانت الاستئناف في الأخير، والاستئناف ما ينفعش إلا لو هو موجود وداخل القفص. عشان تجيب بليغ وتدخله داخل القفص دي كانت كارثة. هو مش قادر يخش المحكمة أساساً، إنما القاضي في الاستئناف بيدخل المتهم القفص وبعد كده هيحكم عليه بالبراءة، يحكم عليه بحكم. تدخلت هنا وردة وكلمت الست اللي اكتشفته، الست اللي كانت سبب في وجود حاجة اسمها بليغ حمدي في تاريخ الغناء العربي وفي تاريخ الموسيقى العربية، وهي المرحومة المطربة فايدة كامل. ويمكن اللي عرف فايدة كامل ببليغ حمدي مستشار الإذاعة المصرية وقت ذاك أستاذ محمد حسن الشجاعي. فكلمت فايدة كامل قالت لها يا فايدة أنا عايز أروح لوزير الداخلية، لأنها تعلم أنها زوجة وزير الداخلية السابق المرحوم نبوي إسماعيل. فقالت لها عايزة نبوي بيه يكلم لي الوزير زكي بدر رحمة الله عليه وأروح أقابله عشان نكلمه عن بليغ. قالت لها بليغ ده أنا اللي هاجي أتكلم معاك، مش أنت اللي تتكلمي لوحدك، ده أول واحدة اكتشافي يا وردة. وبالفعل خلت زوجها النبوي إسماعيل وزير الداخلية السابق اتصل بزكي بدر وزير الداخلية الحالي اللي كان موجود وقتها، وقال له هتجيلك فايدة مراتي وهتجيلك وردة جزائرية. قال له وردة ده أنا بعشق وردة زكي بدر رحمة الله عليه. وخدوا موعد وراحوا له بالفعل المكتب، لقوه حاطط كاسيت لأغنية وردة وبيسمع ومبسوط، وكان رجل جميل زكي بدر. فقالت له أنا جاية أقابل حضرتك. لا لا ده أنا اللي عايزك، أنا عندنا عيد أعياد الشرطة وأنت معودانا إنك تروحي أعياد الشرطة دايما. وبالفعل قالت له أنا ليا شرط قصادها. قال لها تأمري؟ قالت له بليغ حمدي، بليغ حمدي ابن مصر يا سيادة الوزير، إنه يتدنوا في الغربة ويتبهدل. قالت هذا الكلام ليه؟ بعد ما ورتها الرسائل. وردة وهي بتقرأ هذه الرسائل بكت، فده اللي خلاها على طول خدت قرار إنها تتوسط لوزير الداخلية. كان رد الوزير زكي بدر قال لها يا وردة لو بليغ جه أنا حضمن لك اللي هيخليه يخش القفص، وحضمن لك إن شاء الله إنه هياخد براءة. وبالفعل جه بليغ ودخل المحكمة وخد براءة يوميها وقعد، بس قعد مكسور، قعد في بيته زي الطائر الجريح.